الراديو 90 90 هواها مصر على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين عالكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست. دي تاني مرة تتعشي فيها يا شهر جاز، يلا بقى احمدي ربنا يا كتكوتة وتعالي جنبي عشان تحكي لي حدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي، بلغني ايها الملك اللي بيعد علي الاكل، لغاية ما نقح علي درس العقل، هحكي لك النهاردة قصة لو اتكتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. احكي بسرعة وهات الخبر. كان يا مكان في أحد البلدان الولية اللي اسمها نجلاء، مرات الراجل اللي اسمه علاء، دخل في شقتها فار، وعلاء معرفش يموته واحتار، وهي من كتر خوفها من الفيران حبست نفسها في الأوضة وسابته مع الفار حيران. ولو ادتني يا مولاي منديل الأمان أحكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. يا نجلاء يا نجلاء، الله يرضى عليك، خروجي من الأوضة، ده فار صغير يا نجلاء، والنعمة يا نجلاء انت لو شفتيه هيصعب عليك. والنعمة يا علاء، ما انا خارجة من الأوضة لما تصطادوا حكيم، انا ما بكرهش في حياتي قد الكائن الرخو اللزج ده. يا نجلاء، ما انا بحاول اصطاده بس كل ما بزنقه بيتزفلط مني. اخرجي بس يا حبيبتي، اخرجي اخرجي عشان تحلقي عليه، وانا اول ما يجي ناحيتي هلبه على طول. لا احلق عليه لوحدك يا علاء، لكن خروج من الاوضه مش هخرج انا وعيالي. يا نجلاء، انا حاطط في البيت 6 مصايد لغايه دلوقتي، وان شاء الله ربنا هيعميه وهيدخل مصياده منهم. ربنا يعميه، انا قاعده انا وعيالي في الاوضه يا علاء، مع نفسك انت والفار في الشقه. اعمل ايه بس يا ربي، وربنا ما انا سايبك. يا انا انت يا فار الكلب. شهر جاز وشهر باظ. الو، ايوه يا علوان، معلش انا هاخد اجازه النهارده عشان في فار في البيت. انزل ازاي بس يا اخي، بقول لك مراتي حبسه نفسها في الاوضه بقالها يومين. ايه، انت متاكد يا علوان ان لزقه الفيران دي هتجيب مفعول؟ يا راجل، يعني الفار هيلزق فيها اكيد. يسمع من بقك ربنا يا علوان. يا نجلاء يا نجلاء، اخرجي من الاوضه يا حبيبتي، انا خلاص حطيت لزقه للفار في كل حته في الشقه، ده غير ان انا زودت المصايد وبقوا 10، يعني لو ما دخلش المصيده اكيد هيلزق يا حبيبتي، اتحلت خلاص. مع نفسك بقى يا علاء، والنبي ما انا خارجه الا لما الفار يلزق. الله يحرقه، ده فار وربنا ما انا سايبه. يا نا انت يا فار الكلب. شهر جاز وشهر باظ. معلش يا علوان، زود لي الاجازه كمان يوم. لا يا سيدي، لسه ما اصطدتوش، انا هتجنن، انا حاسس ان الفار هو اللي بيراقبني. انت متاكد ان السم هيجيب مفعول معاه؟ طيب يا مساكل، مع السلامه يا علوان. يا نجلاء يا نجلاء يا حبيبتي، اخرجي، البيت دلوقتي بقى فيه 15 مصيده و10 لزقات، ده غير السم اللي في كل حته. لا والنعمه، ما انا خارجه من الاوضه لما اشوفه مشنوق قدامي. مع نفسك يا علاء. يا وليه، ده لو ديناصور مش هتعملي كده. اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه؟ شهر جاز وشهر باظ. يا نجلاء افتحي، انا بقالي 10 ايام لوحدي في الشقه، والفار عمال يطلع من هنا ويروح هنا، ده بيلعب في المصياده ولا كانه في ملاهي ادهم، حتى السم بيتعامل معاه كانه مكمل غذائي البعيد. طيب وبالنسبه للزقه يا علاء؟ ده انا اللي بلزق فيها، ابن العفاريت عمال ينط من فوقيها زي ما يكون بينط حواجز. تقوليش فار اولمبي يا علاء؟ خروج مش هخرج، تجيب لي جثه الفار والا وديني الم هدومي واروح على امي. يبقى عليا وعلى اعدائي يا نجلاء.
والله لا موتك محروقة. ده ايه ريحتي البنزين دي عليه؟ احرق الشقة بالعفش بالفار يا نجلاء. مدام مش عايز يخرج من الشقة يبقى حموته محروق. حموته محروق. حموته محروق يا نجلاء. نهارك احوس. انت ولعت الشقة يا راجل. الحقوني يا ناس. الحقوني. الشقة بتتحرق يا عالم. الفار بيتحرق. الفار بيتحرق يا رجلاء. بيتحرق يا اخواننا. والشقة كمان بتتحرق. العمارة بتولع. هتولع يا رجلاء. العمارة بتولع. هيلاقي اتجنن يا ناس. هيلاقي اتجنن. الحقوني. الحقوني يا خلق. شهر جاز وشهر باظ. وحرق علاء الفار وعفش الشقة طار وتحول البيت وبقى دمار. ما هي حولت عيشة الراجل مرار. فيها ايه؟ فيها ايه يعني لو كانت ساعدته وحلقت عليه؟ ده ايه؟ امال الراجل لازمته في البيت ايه؟ ربنا يسد نفسك يا علاء وانت ملكش لازمة. ده انا هقطع راسك واضربك بالجزمة. ولا مسرور انت يا زفت اللي اسمك مسرور. انت فين يا سياف الزفت؟ يا نهار ازرق انت هتتغاب يا شهرباز. ايوه هتغاب يا شهر جاز. والمصحف لا تغابه ولا مسرور. اعمل حاجه حلوه في حياتك بقى. اقطع راسها بالسيف يا ولا. عورها حتى بالسيف يا مسرور. اوعى يا مسرور. الله اهدى يا راجل مش كده. ما تسكته بقى يا شهرباز. والنبي يا مولاي ابوس ايدك لحد كمك. سيبني لبكره وغلاوه امك. قشطة جدا الديك بيدا. راح بك من ايدي الديك. روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باظ. قاعدين عالكرسي الهزاز. دي عاملة ابله وده استاذ. هنا نازلين هري وعجن ولاد. جايبين سيرة كل الناس. فلان ادارجي فلان محتاس. ودي عاملة ماسك عصير اناناس. وده فنان خاطب حتة بيت. نازلين هري وعجن ولاد. في سيرة راجل وسيرة ست. محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عليش.